كشف وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل أن صادرات مصر من التمور بلغت 22 ألف طن بما قيمته 17 مليون و500 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 10% عن النصف الأول من العام الماضي في الكمية المصدرة. جاء ذلك على هامش توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مصر والإمارات في مجال تنمية إنتاج وتصنيع وتخزين التمور بعدد من المحافظات المصرية. ولمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عز الدين العباسي، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح. أهلا بك دكتور عز الدين. صحيح أن الصادرات زادت بنسبة 10%، ولكن هل ما تصدره مصر بيتوافق مع أنها أكبر منتج للتمور في العالم؟ طبعا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بالمشاهدين. طبعا لا يتوافق طبعا، لان احنا كميه الانتاج بتاعت مصر حوالي مليون و7 من 10 طن. طبعا كميه انتاج مصر الاولى على مستوى العالم في انتاج التمور، طبعا هذا لا يتماشى لان احنا نسبه التصدير حاليا لم تتعدى 3%، وكانت قبل كده من حوالي 10 15 سنه لم تتعدى 1%، ولكن من خلال ال 20 او 30 سنه الماضيه احنا نعتبر ان حصلت طفره عندنا في مجال تصدير التمور، وقدرنا نوصل للنسبة اللي هي حوالي 3% من قيمة. لماذا يعني كل هذه الأرقام الهزيلة؟ لماذا؟ طبعا يعني هو النسبة زادت، رغم كده النسبة زادت طبعا بتضافر الجهود ما بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، ولكن كمية أصلا نسبة الإنتاج عندنا حوالي 15%، نصف جافة اللي هو صنف السيوي والصعيدي، وهو أكثر صنف قابل للتصدير. فلكن نسبة الأصناف الثانية الموجودة عندنا أصناف رطبة وأصناف جافة، فبالتالي الأصناف النصف جافة هي التي لها القدرة والقابلية على التصدير، ولكن إنتاجنا من الأصناف النصف جافة تقريبا حوالي 225 ألف طن، يعني يفقد منها حوالي 20 ألف طن أثناء في المزرعة أثناء التداول، بالإضافة إلى استهلاك محليا حوالي 120 ألف طن، ويصدر حاليا حوالي 40 ألف طن. ده كله طبعا بسبب أن كان ممكن يصدر أكثر من كده، ولكن بسبب سوء التخزين وسوء بعض المعاملات التي تقوم بها الزراع هي التي تؤدي إلى تقليل نسبة التصدير. نعم يعني هذه النوعيات القابلة للتلف، يعني كيف بيتعامل معها الدول الأخرى؟ كيف بتتعامل؟ يعني هي هذه النوعية موجودة فقط في مصر، وبالتالي نحن لا نستطيع التعامل معها بالشكل الملائم أم ماذا؟ ما من ضمن الاتفاقيات اللي تم توقيعها أمس لا إنشاء المخازن المبردة للتمور، فطبعا ده هيرفع معانا نسبة التصدير للتمور، لأن بالتالي المزارع أو المنتج هيلاقي مخازن مبردة يقدر يخزن فيها الاستمار على أحسن وجه، وبالتالي تقدر ترفع معانا نسبة التصدير لنسب أعلى من ذلك. ده موقعة مع من؟ الإمارات تقصد أم الصين؟ اتفاقية طبعا بين مصر والإمارات. عظيم. لإنتاج وتصنيع وتخزين التمور. ايضا هناك مع جائزة خليفة. نعم ايضا هناك فتح اسواق جديدة في الصين، او في تعاون ما بيننا وبين الصين، لو نلقي الضوء عليه دكتور عز الدين. هو الشهر اللي فات احنا تم تجهيز الملف لتصدير التمور للصين، لان الصين طلبت من مصر انها تستورد من مصر التمور، فبالتالي عكفت وزارة الزراعة بالتعاون مع جمعية هي، وعملنا الملف بتاع التصدير وانجزناه في فتره لا تقل عن شهر، ودي سابقه طبعا تحسب بوزاره الزراعه، وخلصنا الملف، وبالتالي احنا بعتنا الملف للصين ومنتظرين الرد منهم ان شاء الله، ان هم مصرين ان هم عايزين ياخدوا ثمار من مصر. عظيم. سريعا، في اي محافظات سيتم التعاون بيننا وبين الامارات في التخزين والتبريد؟ بالنسبه للتعاون هيتم في المحافظات، أول محافظة الوادي الجديد لتنشيط أو تحديث مجمع تمور الوادي الجديد، بالتالي ده في الوادي الجديد، وفي الجيزة عملية إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، والحاجة الثالثة بقى اللي هو استخدام خبراء تقديم الدعم الفني، ده هيبقى على مستوى المحافظات بالنسبة للواحات البحرية للجيزة والوادي الجديد طبعا، وهيبقى إن شاء الله طبعا معاهم سيوة وأسوان. عظيم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عز الدين العباسي، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، شكرا لك.